الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون. الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير، يعز ويذل ويكرم ويهين ويخفض ويرفع ويبتلي ويعافي، يقلب الليل ويقلب النهار سبحانه وتعالى، فعال لما يريد، لا معطي لما منع ولا مانع لما أعطى، ولا خافض لمن رفع ولا رافع لمن خفض. الأمر أمره والخلق خلقه، يفعل فيهم ما يشاء ويقضي فيهم بما يريد. وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله، أرسله الله بين يدي الساعة بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا، فأدى الأمانة حق الأداء وبلغ الرسالة حق البلاغ، فجزاه الله عنا خير ما جازى نبيا عن أمته ورسولا عن دعوته ورسالته. وبعد، أيها الإخوة، فدائما وأبدا نستنير بكتاب الله سبحانه وتعالى ونستضيء به. وصدق الله إذ قال: قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين، يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام، ويخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه، ويهديهم إلى صراط مستقيم. صدق الله إذ قال: قد جاءكم بصائر من ربكم، فمن أبصر فلنفسه، ومن عمي فعليها. أيها الإخوة، مع آية من كتاب الله سبحانه وتعالى وبيان المستفاد من تلك الآية، فكلما وقفت مع كتاب الله وكلما تدبرت كتاب الله عز وجل اتضحت لك المعاني، وكلما خرجت بفوائد عظيمة في كل الجوانب في كل الاتجاهات، مع قول الله تعالى: لتركبن طبقا عن طبق. آية من آيات السور المفصل: لتركبن طبقا عن طبق. ما معنى قوله تعالى لتركبن طبقا عن طبق؟ أولا، من ناحية القراءات، هناك قراءة من قرأ لتركبن طبقا عن طبق، وقراءة أخرى لتركبن طبقا عن طبق. فكمعنى من المعاني الإجمالية لتركبن، قال فريق من المفسرين إذا فتحنا الباء فهي خاصة برسول الله صلى الله عليه وسلم، وقيل خاصة بالإنسان، لتركبن طبقا عن طبق يا رسول الله، لتمرن بك الأحوال حالا بعد حال. فأنت الآن في مكة مع المستضعفين من المؤمنين، وأنت الآن تعاني من شدة فقر ومن حصار شديد في شعب أبي طالب، انتقلت بك الأحوال وهاجرت إلى المدينة التي جعلها الله لك دارا، دار إقامة، وجعل لك فيها أنصارا، ثم إن الله نصرك يوم بدر نصرا عزيزا مؤزرا، ثم دارت الأحوال فقدر الله عليكم ما قدر يوم أحد، ثم جاءت الأحزاب، ثم أيضا جاء بعد ذلك فتح مكة، وبعد ذلك جاءت حنين بما فيها، وإلى أن تغمدك الله برحمة منه وفضل. فلتمرن بك الأحوال يا رسول الله حالا بعد حال، سواء في النواحي الصحية والبدنية، فالرسول بشر يجري عليه ما يجري على سائر البشر من أمراض وأسقام وأحزان وأفراح وشدة وفرج
كل ذلك يمر برسول الله صلى الله عليه وسلم، فقد مضت عليه أيام لا يجد ما يملأ به بطنه إلا الدقل، وهو رديء التمر، رديء التمر. ثم إن الله وسع عليه وفتحت عليه الفتوحات. فالشاهد أن الرسول عليه الصلاة والسلام والإنسان عموما تمر بهم الأحوال حالا بعد حال، حالا بعد حال. ومن هذا أيضا مرور الأحوال بهم وهم في بطون الأمهات، نطفة ثم علقة ثم مضغة، نطفة ثم مضغة ثم علقة ثم يصور في الأرحام وكيف يشاء الله سبحانه وتعالى. فهذا أحد الأقوال في تفسير قوله تعالى لتركبن بالفتح طبقا عن طبق. وقال آخرون أيضا من المعاني في هذا الخاصة برسول الله صلى الله عليه وسلم لتركبن يا رسول الله سماء بعد سماء، وذلك في رحلة المعراج، لتركبن يا رسول الله السماوات سماء بعد سماء، فعرج به إلى سماء الدنيا ثم عرج به إلى السماء الثانية ثم السماء الثالثة. فهذا الوجه الثاني في قوله لتركبن طبقا عن طبق، أي سماء بعد سماء. وثمة وجوه أخر من التفسير لتفسير قوله تعالى لتركبن طبقا عن طبق. أما القراءة الأخرى لتركبن طبقا عن طبق، أي لتركبن يا أيها الناس، لتمرن بكم الأحوال حالا بعد حال، سواء ذلك وأنتم في بطون الأمهات كما سلف أيضا، خلقتم من نطفة ثم من علقة ثم من مضغة ثم تنفخ الروح فيكم إلى غير ذلك، وبعدها تخرجون من بطون الأمهات أطفالا ثم شبابا ثم كهولا ثم شيوخا ثم يؤول أمركم إلى الموت. فهذا وجه. وأيضا تمر بكم الأحوال حالا بعد حال، غنى بعد فقر، وفقر بعد غنى، صحة بعد مرض، مرض بعد صحة. كل هذا يمر بكم، أنت الآن سعيد غدا بئيس، أنت الآن تضحك غدا تبكي، أنت الآن تبكي غدا تضحك، كما قال تعالى كل يوم هو في شأن، كما قال المفسرون ومنهم الإمام الشافعي رحمه الله والحسن البصري وغيرهم في قوله تعالى كل يوم هو في شأن، يرد غائبا، يفك عنيا أي أسيرا، يغني فقيرا، يمرض غني، يمرض صحيحا، يصحح مريضا، يعافي هذا، يبتلي هذا، يقلب الليل على النهار، يقلب النهار على الليل، فعال لما يريد. فلتركبن طبقا عن طبق، لتمرن بكم الأحوال يا بني آدم حالا بعد حال، حالا بعد حال. وقول آخر أن قوله تعالى لتركبن طبقا عن طبق، أي السماء تعتريها أحوال، فالآن متماسكة وشديدة التماسك، كما قال تعالى والسماء ذات الحبك، أي ذات الطرائق الحسان والتماسك الشديد، ولكن غدا تعتريها أحوال، تكون السماء كالمهل، تنشق السماء، تتفطر السماء، تعتريها أحوال أيضا، كما قال تعالى فكانت وردة كالدهان. ما المستفاد من كل هذا؟ ما المستفاد من كوننا نخبر بأن الأحوال تمر بنا حالا بعد حال؟ من المستفاد من ذلك أمور، أولها توطين النفس على ذلك للرضا بقضاء الله، أنت الآن غني غدا فقير، الذي أغناك هو الله، والذي قدر عليك الفقر هو الله سبحانه وتعالى، فتؤهل نفسك كي تكون صبارا عند المصائب، شكورا عند النعماء. ولذلك فإن الله قال بعد أن ساق عدة آيات إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور، صبار على البلاء، شكور على النعماء.
كذلك من المستفاد من الإخبار بأن الأحوال ستمر بنا حالا بعد حال، عدم التسخط على أقدار الله. الصحابة رضي الله عنهم نصرهم الله يوم بدر وتسببوا لأنفسهم في هزيمة يوم أحد. قال تعالى: أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أن هذا، قل هو من عند أنفسكم إن الله على كل شيء قدير. وقال أيضا: وما أصابكم يوم التقى الجمعان فبإذن الله وليعلم المؤمنين. فتوطن نفسك على الرضا بالقدر وعدم التسخط على أقدار الله سبحانه. ومن المستفاد من ذلك أنك تأخذ من حياتك لموتك، ومن شبابك لهرمك، ومن صحتك لمرضك. أنت الآن صحيح معافى في بدنك، والحمد لله صحيح ومعافى في بدنك. لا تدري غدا ستكون مريضا أو لن تكون مريضا، فتجتهد في الطاعات أثناء صحتك حتى إذا مرضت كتب لك من الأجر ما كنت تعمل وأنت صحيح، لما ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا مرض العبد، في رواية أو سافر بها علة، إذا مرض العبد كتب له من الأجر ما كان يعمل صحيحا. فتأخذ من صحتك لمرضك، تجتهد في العمل الصالح أثناء صحتك، يكتب لك هذا الأجر إذا مرضت ففقدت هذا العمل. ودل عليه قوله تعالى: والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين أرددناه إلى أرض العمر فانقطع عمله فمن ثم انقطع أجره. لكن الذين آمنوا وعملوا الصالحات، إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم أجر غير ممنون، أي غير مقطوع. فإذا ردوا إلى أرذل العمر أجرهم عليهم دار، ورزقهم عليه رزقهم أيضا رزقهم من الحسنات دار عليهم وإن كانت الأعمار تقدمت بهم. فمن فوائد الإخبار بقوله تعالى: لتركبن طبقا عن طبق، أن الأحوال تمر بكم حالا بعد حال، نأخذ من صحتنا لمرضنا، من غنانا لفقرنا. إذا كنت الآن غنيا ادخر بعض المال، لا تبدده لا تدمره، ادخر بعض المال ينفعك الله به في وقت الشدائد. قد تمرض غدا، قد تفصل من عملك غدا، قد تعتريك جائحة تجتاح بعض أحوالك. فخذ من غناك لفقرك، ومن شبابك لهرمك، وأنت شاب اجتهد في الطاعات، فسيأتي عليك يوم تهرم وتعجز عن العمل، تعجز عن العمل بل تعجز عن الوقوف في الصلاة أحيانا، كما هو معلوم أن الشخص يرد إلى أرض العمر حتما إذا عاش. قال الله تعالى: الله الذي خلقكم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشيبة يخلق ما يشاء وهو العليم القدير. فخذ من صحتك لمرضك، ومن غناك لفقرك، ومن شبابك لهرمك، ومن حياتك لموتك، كما قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. ذلك أننا نعمل الطاعات في وقت عافيتنا تنفعنا في وقت الشدائد. قال تعالى في شأن يونس عليه السلام: فلولا أنه كان من المسبحين، أي المصلين قبل أن يبتلى، للبث في بطنه إلى يوم يبعثون، على الأشهر من وجوه التفسير. فتسبيحه وصلاته في حال عافيته نفعته في حال الشدة. وكذلك حديث الثلاثة أصحاب الغار الذين انطبقت على فم غارهم صخرة، أعمالهم الصالحة في وقت العافية نفعتهم في وقت الشدة. فالأحوال لا تمضي لك كما تريد وكما تشاء، إنما تعتريك التغيرات التي تعتري بني آدم
الله قال ما قد سمعتم، الله الذي خلقكم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشيبة يخلق ما يشاء وهو العليم القدير. وكما يقول قال إذا هبت رياحك فاغتنمها، أنت الآن ميسر لك طلب العلم، غدا قد يحال بينك وبينه، غدا قد تخرف يذهب عقلك، فخذ من شبابك لهرمك، من صحتك لمرضك، من حياتك لموتك، من غناك لفقرك، تكن ذكيا وتكن عاقلا، لأن الأحوال لا تدوم على حال واحد، لا تدوم على حال واحد. صدق الله إذ قال وتلك الأيام نداولها بين الناس. هذا الشخص اليوم غني غدا فقير، فهذا اليوم فقير غدا غني، هذا مريض اليوم غدا يعافى، هذا معافى اليوم غدا يبتلى، اليوم يمشي بسيارته أمينا غدا يعمل حادث تجمع له الأموال. فالأحوال تمر بالأشخاص حالا بعد حال، فعلى اللبيب العاقل أن يعقل هذا، تلك الأيام نداولها بين الناس، من ثم لا يتعالى على الناس ولا يستكبر على الناس. أنت الآن شامت في شخص غدا يحل بك ما يكون سببا في شماتة الناس فيك، اليوم رأيت شخصا ابتلي فأظهرت الشماتة، غدا أنت تبتلى فيظهر الناس فيك الشماتة كذلك. انتبه، فالأيام دول، إذا رأيت مصابا لا تظهر الشماتة بل احمد الله على العافية، احمد الله على أن سلمك مما ابتلى به غيرك. فهذا من مقاصد الإخبار بقول الله تعالى لتركبن طبقا عن طبق، أو على القراءة الأخرى لتركبن طبقا عن طبق. وهذا يفيدك أيضا ويعينك على الصبر، معرفة هذا تعينك على الصبر، فتوقن بقول الله تعالى فإن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا. وإذا نظرت إلى أنبياء الله كلهم بلا استثناء تجد أن الآية أيضا انطبقت عليهم لتركبن طبقا عن طبق، كلهم كانوا أطفالا ثم أصبحوا شيوخا إلى آخر ما تعلمون، وأيضا كلهم ابتلوا وجعل الله لهم بعد الابتلاء فرجا ومخرجا، سواء من ابتلى منهم بالمرض الذي أقعده عشرات السنين كأيوب عليه السلام، أو الذي ابتلي بفقدان ولده وغاب عنه أيضا عشرات السنين وهو لا يدري أين هو كيعقوب عليه الصلاة والسلام، ولكن بعد ذلك الأحوال تتبدل، يصبح أيوب عليه السلام من أغنى أهل بلده، ويصبح أجمل ما كان وأحسن ما كان. وبعد ذلك أيضا يعقوب بعد أن مرت به البلايا بلاء بعد بلاء حتى عمي بصره، حتى ذهب بصره وبيضت عينه من الحزن فهو كظيم، بعد ذلك تتبدل هذه الأحزان والأتراح إلى سرور وأفراح. لما أن جاء البشير ألقاه على وجهه فارتد بصيرا، ثم بعد ذلك يرفعه ابنه يوسف عليه السلام بتوفيق من الله على كرسي الملك معه، على عرش الملك معه، ورفع أبويه على العرش وخروا له سجدا. فهذا من فوائد الإخبار بقوله تعالى لتركبن طبقا عن طبق. أنت غدا اليوم مؤانس بأمك بأختك بإخوانك، مؤانس بهم، مؤانس برغد من العيش، غدا قد تفقد الأحبة، غدا قد تفقد الأحبة، غدا قد تصاب بابتلاء. فوطن نفسك على الصبر على الشدائد وعلى الشكر عند النعماء، لا تغتر أبدا بما أنت فيه، ولا تيأس أبدا من رحمة الله إذا كنت مبتلا. فكم رأينا وكم نرى من فقير أغناه الله وأصبح الذي كان يمن عليه بعطاء هو الذي يطلب منه العطاء، كم رأينا أن صاحب عمل تحول من صاحب عمل إلى عامل عند من كان يعمل عنده، كم رأينا من صحيح ابتلي في بدنه، وكم رأينا من سقيم
صحح الله بدنه. صدق الله إذ قال لتركبن طبقا عن طبق، فلا تشمت في أحد ولا تظهر الشماتة ولا تتعالى ولا تتعاظم، فالذي أعطاك قادر على أن يسلب منك ما أعطاك. وكما لا يخفى عليكم قول القائل لو دامت لغيرك يا ابن آدم ما وصلت إليك، لو دامت الرئاسة لرئيس ما وصلت إلى الرئيس الذي بعده، ولكن هذا يطاح به وهذا يموت وهذا يأتي بعده وهذا يحبس هذا يسجن هذا يقتل، دنيا تتقلب، فانظروا إليها بعين الاعتبار وعين الادكار. والذي لا ينقطع عنكم جميل صلتكم بالله سبحانه وتعالى، وجميل معرفتكم بالله، وجميل دعائكم لله سبحانه وتعالى، وجميل ولائكم لله عز وجل، هذا الذي لا ينقطع. تقواك لله أثرها يبقى معك ويلازمك في كل وقت وحين، يلازمك في دنياك، يلازمك في قبرك، يلازمك يوم لقاء الله. أيها الناس أعقلوا أعقلوا أعقلوا، فالله قال وتلك الأيام نداولها بين الناس، وقال لتركبن طبقا عن طبق. فاحمدوا الله على العافية واصبروا على البلاء، وتعوذوا بالله من الفتن ما ظهر منها وما بطن، واستغفروا ربكم إنه كان غفارا. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. بعد، كان في ثنايا ما سمعتم أننا نأخذ من صحتنا لمرضنا ومن شبابنا لهرمنا، فنصيحة للشباب ونصيحة للفتيات اللواتي هن أيضا في ريعان الشباب، نصيحة لهم أن يستعملوا هذا في طاعة الله سبحانه وفي مرضاة الله سبحانه. وشاعر الناس يقول ألا ليت الشباب يعود يوما فأخبره بما فعل المشيب، ويقول الآخر في مقولته إذ مسه الضر عند الكبر وقد أصبحت أرى الاثنين أربعة والأربع اثنين لما هدني الكبر. وكما قال الثالث أيضا يسر الفتى طول السلامة والبقاء، فكيف ترى طول السلامة يفعل؟ يرد الفتى بعد اعتدال وصحة، ينوء إذا ما رام القيام ويحمله. فاغنموا شبابكم جعلوا هذا الشباب في طاعة الله وفي مرضاة الله. وإن كان هذا الشاعر وهؤلاء الشعراء يأسفون على دنياهم، ألا ليت الشباب يعود يوما فأخبره بما فعل المشيب، يعني ما فعل المشيب به في دنياه، ولكن الأسف الأكبر يكون إذا ضيعت الشباب في غير مرضاة الله وفي غير طاعة الله. فإن المصير الذي ينعيه الشعراء هو مصير كله دنيوي، لكن نحن نريد أن ننظر إلى آخرتنا. فكل يوم يمر بك يا ابن آدم، كل يوم ستسأل عنه، ستسأل عن عملك فيه، ستسأل عن صحتك، ستسأل عن مالك، ستسأل عن ذويك وعن الذين هم تحت رعايتك وتحت مسؤوليتك، ستسأل عن كل هذا، ستسأل عن كل هذا يوم لقاء الله. فاغنم اغنم الطاعات، اغنم الطاعات وقت الصحة، اغنم صدقات تتصدق وقت الغنى، وقت غناك تصدق، وأطعم الفقراء وأطعم المساكين وأطعم اليتامى. وقت صحتك استعملها في طاعة الله، في صلاة، في العبادات البدنية، استعملها في تلاوة كتاب الله سبحانه وتعالى، في إصلاح بين الناس. اغنم شبابك قبل هرمك، صحتك قبل مرضك، غناك قبل فقرك، حياتك قبل موتك. فاغنموا أيها الناس إن كانت لكم عقول رشيدة سديدة حياتكم الدنيا، واعلموا أنه ما من ضائقة إلا ويأتي بعدها الفرج،
ولكن كلها اختبارات لينظر هل نتمسك بديننا أم نفرط في ديننا. اللهم يا رب ثبتنا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. اللهم اشرح صدورنا لفعل الخير. اللهم مسكنا بالعروة الوثقى حتى نلقاك. اللهم يسرنا لليسرى. اللهم يسرنا لليسرى واجعل أعمال الخير والبر والصلاح سجية لنا وحببها إلينا وحببنا إليها يا رب العالمين. اللهم يا رب لا تيسرنا أبدا للعسرى ولا تجعلنا من أهلها يا رب العالمين. اللهم لا حول ولا قوة لنا إلا بك، فأعنا دائما وأبدا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، وارزقنا حبك وحب من يحبك وحب عمل يقربنا إلى حبك، وحبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، واجعلنا من الراشدين، واجمعنا بأحبابنا الذين أحببناهم فيك وهم أنبياؤك ورسلك ورسولنا محمد صلى الله عليه وسلم وأصحابه الكرام. اجمعنا وأزواجنا وذرياتنا مع هؤلاء الكرام الصالحين، واجعلنا دائما وأبدا للمتقين إماما، وجندنا لنصرة دينك، وشرفنا بشرف الدعوة إليك يا رب العالمين، ولا تحل بيننا وبين كتابك وبين سنة رسولك وبين الدعوة إليك وبين أعمال البر وأعمال الخير. اللهم اجعلنا مفاتيح خير وبركة على الإسلام والمسلمين، ولا تجعلنا مفاتيح شر، بل اجعلنا يا رب مغاليق للشر، اجعلنا يا رب مفاتيح للخير مغاليق للشر، وأورثنا الفردوس وأزواجنا وذرياتنا. اللهم آمين. هذا، ولا تنسوا الصلاة والسلام على البشير النذير محمد بن عبد الله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وعلى إخوانه من الأنبياء والمرسلين. الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى. هذا، وأقم الصلاة.